بطاقة ماستر كارد حج وعمرة جديدة متوفرة ومجانية لكل تعبئة أولية بمبلغ 10,000 أوقية جديدة صالحة في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع، فلا تترددوا وتوجهوا إلى أقرب وكالة للبنك الشعبي للاستفادة من هذا العرض الحصري. البنك الشعبي الموريتاني. يوم تجمعنا فكرة مفيدة وفيها عبرة، كل يوم تجمعنا فكرة مفيدة وفيها عبرة، كل يوم تجمعنا فكرة مفيدة فيها عبرة، كل يوم تجمعنا فكرة مفيدة فيها عبرة، خدرت في الموضة خبرة ويدات أفهم للفكرة، أبدت ينصح ويسامح كل يوم تجمعنا فكرة، سالم ما هو متكيس ينصح يهدف سائل الواقع نظر دمه على جهه وريفة مز الواقع شوفوها مع مخيطرات غيرت ما لحبتش حرق يا ولني ولني حالكم انتم مش ماسي صاكي فضالة شوف انا عاقبالي البادي بعت بقرات عندي وزوايل هم الحمد لله ايوه وطرني شذي هم بصك متمكن منه انا كنت وارد ديما انا كاردها شوف وقلت لامي حالي هنا يطول عمرك سكني يديك سكني يديك شوال اي اخويا ما ديك ديك كيف ترى قاجم كي جنين ما هذا نقول لك إيه. وقلت لها تلو ودي لكم انتم توضحوا لي امور البيع والشراء انا 600 الف ريال اللي بنتي 900 600 شيء شيء لقط على سطر لجيت البل سطرتك اللي جيت البل لبل رجال الاعمال شوف هاني هاني نقول لك اسمع خويا في السوق نوع الشغله اللي تدور اي نوع شغله غير خلينا حبولاتنا شوي نوضحوا الشغله اللي دورت نعود نقولوا انا عندي لك مشروع جاهز كاع معنا خليني ما نجحت عنه شيء انا ندور روايه نبيع ونشري نبيع لك روايه انت عندك قياد والله فهمت قال شوف هاني قيادهم عندي 400 الف يعطيها لنا طرحها لنا احنا ديجا احنا مزارفين بها امورنا فهمت ياكل عندنا بها علاقات بين وشتون لا بدل من الفضاء كي خطوه فوق خطوه علاقات والعلاقات وشنو هو المشروع المشروع عندنا احنا ان شاء الله تحوز عليه ونصمم لك موقع موقع شنو تحاول تعود مدير معنا لو شغلت فيه مدير لا تعود مدير موقع ناشر قال سيدي مدير توف كي مدير بعدك هاك مديرات العموميه ومدير الخصوصيه اها تعال شوي تحاولوا لك مدير شنو هذا ما قلت مدير على شنو انت وايد انت فوق فوق حالي شوي خليك لي تسمع انت الناس انت بتدلبك ايه انت فوق فوق مدير وليه صح هذه تحت تحت ما غيرك مسك وحده وجابر من الفضه حتى حالي شوي انت تحت الصحابه كيف يا اخوي رفعتني بعدين اسمح لي يا اخو سيدي المدير قطع يا اخو طايح من زي العام سيدي المدير اسمعني صحابي دول صحابي الناس واللي تتابع الصحابه هو اللي خرصك والله داخل لي من الشيء والله ما داخل لي اصل قبل تصاميني اذا تصاميني ترد عليا اه من يو 500 وقطاع انا زين عمر وقطاع عمر اللي معي الرقابه اللي يجي يخشوا اللي يبقى يخش حتى الياري والماقاري والمهنه ما لا مهنه له اللي يجي يخش وانت عزوايك مع البيع حد ان شاء الله شكر تيم الموضوع مدير وتم الاعلانات التجاريه اللي ترك 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 هو لا موقع على جهاز انت مالو سويدان شوف ايش اخبار العرس والله جاتوا عند البنج وانا نعمل موقع يا اخي شيء حتى زويلك اللي بعت لهم بارتاجو ولا او من هنا ولا غير ني ماشي بالخبر تشوف واحد من البارتاجو البارتاجو يعني زادوا نشروا على الموقع نشروا على الموقع ولا ما رينا خبر لك واحد وندقوا عند السيرفي ونبارتاجو شوف اهم شيء يا تنجح انا كرد واحد نعلقوا ونشنقوا عيني ينبضوا عيني نصوروا نعطوا ديمين طريق بالها طريق بالها ما يخلق الناس ما واحد ما قد يثوك نمر لكم وهي انا عبدي ما افطع لي كامل والفضل ليه عندي الفاكي تربح وندور اللي الربح والنتيجة انك تربح تو المهم لك العلم وقلت له صور لا هنا اكتب وقلت له انا ما قد يدي بي ما اعرف الا حيواني ليش بار من النتيجة شقلوا لي الشقلة اللي هي عود انا كيف قلت المدير وتو لا يعود قالوا موقع الاخبار الحامي الاخبار الحامي قال اخبار تفتح شوف تفضل هي شوف تفتح اخبار تفتح لا يترجم هي شفتها رايحه شوف تفضل هي شوف بدرك كامل درد ان شاء الله يبقى بدرك تاكل الحين ايوه البط قال له اسمع بالعربيه الاخبار الحاميه وتراتك شوف الفرنسيه الاخبار تفتح قال تفتح معناها كلام جاي كانت عجله تفتح شنو يعني شطرانه شطرانه حتى هي تفتح بالصف هنا قبول الله يجازيك ان شاء الله لو فهم الامور اللي برام الاخبار ان شاء الله نجابروا احنا ان شاء الله يفوتوا يجهزوا الموقع وصلوهم نجابروا او سيدي المدير
شفت شفت بعد ما شاء الله واجهه الموقع فهمت قال له الموقع شوف هاك واحد شديع عمر عرف قد ايه 11 كريت ولا قلت انا جيت شويه وش من الدم عداق واحد اعطينا سين كمي من الحساب ندوتو الشاش بيه موقع فهمت قال له زين وهذا مدير سمعنا عنه نقص ما تكتب لنا الاخبار احنا ما نحاول نكتب لنا الاخبار احنا نقال الاخبار اش الحامي تفتف ما يا فوت تكتبوه انتوا عليكم السلام رئيس التحرير اخبار ما هي معقوله اش بعتلكم مسؤول مال الدوله شو صورته قاعد شو قاعد في مطعم مع مطعم مطعم الكبار قاعد معاهم ويوكل طفيلته شطره كل شيء وزير قاعد نعرفهم انا شبيته هذا عادي يوكل من طفيلته مطعم هذا نتيجته علي انا ايش راجع علي انا منه سيدي موجي حنقول لك ناس حنقول لك هذا ما هو مسؤول محترم انت صنت الناس سيدي موجي ناصر هاي الصوره هدوا بها هدوا بها يعطينا بما انه يوكل منيته يوكل هالمال العام ايش حنفي العام جبته شوف يا شوكولا من المال العام يا ويلي شاري من فوق هو الشوكولا البيفو المال العام يا شعاد الاسبوع الحق يدخل منه شيء درخش منه شيء طول له قيات بعدين دفاني راسي سيد المدير انا عندي كامل طيتو لكم انا ماني مدير ولا شيء انا جاي من الباديه قبالي يا قاسم المدير تنزلتك من راسك خليك تشوف حاجه ولا كذا الصحافه ذات مردوديه مبعديه معناها ما قريبه بعيد المدى ايه خليك لي بعيد المدى لانه قطاع ما عليه رقابه ولا بعيد المدى معناها وقياتي له وقياسة قريب الميعاد دخلوني لها بشنو وقياسة سيد المدير لا الحركة يدي نقل بقى من نقل أنا الروقة شيء ما عندي بقى باصوات قولي لها شنو فاطمة ذا الرقم اللي مترفن لك درع حد طالب الوزير كلم معه أعطيه أعطيه ألو أعطيه مرحبا تفضل هاي موقع أخبار تفتف الأخبار الحامية أخبار حامية مع مولي والله نقلعوها عطي السلام عليكم السيد الوزير هذه صورة فاضحة نحن ما لنا قابلين نتفاوض معكم على الطاولة مستعدين نجوكم في داركم لا نجوكم في داركم حالا تفاوض معنا والله مالي صورة نكتب عليه عنوان آخر صادم يعود زين ايوه وهناكم فالله السيد المدير الناس قال لنا نشره ما راح قلت له نشره خلينا نتكلم مع السيد ما في سلام اعطينا بيسو حار تكتبوا فيه لا يعطيكم شيء لا يعطينا صحيح ما هو حلو صحابه ايش انا فاطمه ما يقدرش عليه انا نختار الله يخليكم يرجع لي منها بعد شيء اعطينا نقيسو انا ما يعطينا شك انا ماني وعده نقيسو نحن تو على كتب قيسو انتم لا يعطيكم جيبوا لي انا يا سيد المدير عود عود وجهك من الحديد لا تخاف ابارك الموقع انا ابو ماني هم انا جاملك شر جبارك الموقع هون وش هذا من الحديد انا فمي ما انا وجهي ما هو من فر انا وجهي مش مولا شوف بس يصير المدير ابارك الموقع حتى مراقبه هذا الموقع واضح لك وبعد قطع ايه شوف هاي مولي زايله درتها انا مولي هون زايله هاي الشرعه زي قريبك ذاك الواقد هذا الاعلان هون نعرفون على الناجي ولا مين قاعد زي قلنا الاعلان هذا الجبار اعطيني قيس الراجل قيس الراجل تراني يتحرك والله عاد يدخلكم شي يجيبوا لي ان شاء الله هذا هو اللي صح يا اخوتي انا بعد العدس ما بغت علي رايكم اللي عندي كامل من فضاء طلعت لها ولكم وفاتحين موقع قالوا هم والعياط قرانوا لي يدخلوا ذاك ويجيب عن ذاك شيء ويشوفوا ذاك ويكتبوا عن ذاك السلام عليكم سيد الوزير ايش حالك سيد الوزير انتم ايش حالكم يا لباس أهلاً طيبة خير يا اخي انتم عرفتونا يا لباس احنا مو الاخبار الساخنة انا ورئيس التحرير جاي رئيس التحرير مدير الناشر انتوا مدير الناشر والله طالبكم يا ويلي انت مدير الناشر هذه الصوره الصيف اللي قبضتها بيها من قال لك تقبضها هذه اولا ثانيا رقاه لا يقبض من اقرا الصوره يشاوروا اللي هو عرف كيف لا يقبض بالصوره اذا اللي لا ينكتب يعرف اللي لا يكتب شنو سيد المحترم نحن صحابه سلطه رابعه عندنا حرية نقبل صورة لكل حد اي حد يسوى منه خصوصا منكم انتم شخصية عامة في مطعم توكلوا طفلة قالوا عنكم توكلوها من المال العام
الخبر راعي مغري ونصوروا لكاميرا مان واضح ما نتراجع عنه بالتهديد ما لنا قابلينه الكل يتفاوض معنا. اسمع شوف مسؤول حكومي كبير لا يتنقبض منه صوره ولا ينزل منه عنوان قد صحافي يقول له عدل باك مؤتمر صحي والله يتكلم معه يا غير يقبض منه الصوره عالم بها هذا امحوه وخلوا عنكم الشيء ما هو ضاحي لشيء لا هذا قايل لكم هذا لا قد يمتح بيلي سيد مدير الموقع من نفسه قال لك انا ما امحوه مدير الموقع منهم والله اللي نقول ما في اللي يغلب تاخذ مدير نحن جاهله انا اذا قاع مدير الموقع لا بداركم تقول لي هو راجل اللي جرأ راجل كان في الباجيه عنده زواي وباعهم راح يفتح موقع يرحموا ان شاء الله يفتح موقع وافتح موقع وقريب من الامي راجل جاي من الباديه بايع زوايد من البقر والله من الدبل اخباره من المواقع والصحافه شفتوا انكم ذا الواحد في ماكم في هذه الشغله حد يخشوا انتوا بان دور نطلعكم للعداله قطعا طلع العداله عدوا احنا دور نطلعكم للعداله هذا الليل فوضى قاعد اعطينا 100000 حالة محلك الصوره قاعد والله 100000 حالة 100000 انتم بعد بعد جايين هبشي انتم لا انتم تخرطوا ورطه دوروا تطلعوا شور العداله حتى صحنا نعدل مؤتمر صحفي على هاي الصوره الين تعدلوا مؤتمر صحفي ندور نجي لك من مؤتمر صحفي ونتردح فيه بعد السيد الوزير تحدى انتم جايين هبدا تحدى الصحافه السلام عدوا 80 ما تعرفوا الاخبار كثر فهمي قايل لك انك ما تعدل مؤتمر صحفي ما طحت انا انا عدل الناس 60000 اخلاق 60000 طيب قاموا انتم 60000 ما تعرفوا واي 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 اخترع معكم الشر السلام عليكم اخلاق لباس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا قلبه. لباس تبارك الله. ياك الخير. ما شاء الله الحمد لله. بلد الأخبار الحامية. أخبار إيش؟ بلد الأخبار الحامية. والله اللي بلوا بلد. وبلد مديره منين؟ مديره ذا هو. مديره أنت؟ ويا والله إذا أنا هو مديره حق. مديره أنت متبارك مع أعراض الناس متبارك تنشرهم أخبارك يبغون منهم. اتصور الناس ولا شو أنت إذا قط اسمع. هو يوم منهم ينشر الله يبغى. أنت؟ ويا أنا ما قط نشرت ما يحصل لي أطرح عليه ظهري. متى الصورة اللي ناشر هاي قد هذا المعدل اي شنو يبغى انت بعد قاعد منه انت بعد قاعد منه انت منه بعد قاعد انت قاعد ما لك عارف اللي ناشر الصور وكل شيء معدل وما لك عارف منه حنيني بعدين نوضح لك الامر كان حنيني نوضح لك الامر خليك شو الصورة نسمح له تقبضها من عند الراس سيد وزير نحن واللي من قال لك تقبض الصورة من عند الراس